كثرة الأخبار السارة ترحب بكم. رسائلنا هذه تتغير كل يوم اثنين وكل يوم خميس. حديثنا اليوم هو اختبار بعنوان هل تسمع صوت الله؟ دخل شاب مؤمن مساء يوم أربعاء إلى اجتماع درس الكتاب المقدس. كان موضوع الدراسة عن الإصغاء إلى صوت الله وطاعته. تحير الشاب مما سمع، وكان السؤال الذي بقي يجول في فكره هو هل لازال الله يتكلم مع البشر؟ بعد نهاية الاجتماع ذهب مع بعض أصدقائه إلى أحد المطاعم لكي يشربوا القهوة ويتناولوا بعض الحلوى، لكن حديثهم كان يدور حول الموضوع الذي سمعوه في الكنيسة، وكان كل واحد منهم يشارك اختباره في كيفية معاملات الله معه. بينما كان ذلك الشاب عائدا بسيارته إلى البيت عند الساعة 10 مساء، راح يتساءل في نفسه إذا كان الله ما زال يتكلم إلى البشر عدا عن صوته الواضح في الكتاب المقدس، ثم طلب بكل إخلاص من الرب أن يتكلم إليه ووعده بأن يطيعه. ما أن وصل إلى الشارع الرئيسي في البلدة حتى شعر بدافع قوي لكي يتوقف أمام أحد المحلات ويشتري كيس حليب فيه 4 لترات. هز رأسه وكأنه يحاول أن يستيقظ من النوم، ثم تساءل بصوت عال قائلا هل هذا أنت يا رب؟ لم يسمع أي جواب، لكنه أحس وكأن صوتا يكلمه ويحثه لكي يقف أمام أحد المحلات ويشتري كيسا من الحليب. فكر حالا بالصبي صموئيل الذي لم يستطع في بادئ الأمر أن يميز صوت الرب عندما ناداه صموئيل صموئيل، وظن بأن عالي الكاهن هو الذي يناديه. ثم قال للرب في حال أن هذا الإحساس هو صوتك يا رب سوف أشتري الحليب. على كل، طاعة هذا الصوت ليست صعبة، إذا ما كنت مخطئا فسأشرب أنا الحليب. وهكذا توقف أمام المحل التجاري واشترى كيس الحليب، ثم أكمل سيره باتجاه بيته. بعد مسافة قصيرة اقترب من الشارع رقم 7، وإذا به يشعر مرة أخرى بدافع شديد لكي يميل يمنة على هذا الشارع. تردد قليلا لكنه عاد فغير وجهة سيره ومال إلى الشارع رقم 7، ثم قال بروح مرحة حسنا يا رب سأفعل ذلك. بعد أن اجتاز عدة منازل في ذلك الشارع شعر بدافع داخلي لكي يتوقف حالا. توقف وأخذ يتلفت يمنة ويسرة في ذلك الحي المتواضع، ثم شعر من جديد بدافع قوي يدفعه لكي يقرع باب المنزل الموازي من الجهة الأخرى ويعطيهم كيس الحليب. تأمل الشاب بالبيت فرآه مظلما وكأنه خال من السكان أو ربما الجميع نيام. حاول الخروج من سيارته لكنه تردد وقال يا رب سيكون هذا التصرف مني كأنه حماقة، يظهر لي أن سكان البيت نيام، فإذا أيقظتهم سينزعجون ويغضبون وأنا سأبدو كأحمق. بينما كان يناجي الرب في هذا الأمر عاد فشعر بدافع لا يستطيع أن يقاومه لكي يقرع الباب ويعطي الحليب لسكان البيت. أخيرا فتح باب سيارته وهو يقول حسنا يا رب إذا كان هذا منك، إذا كانت مشيئتك لي أن أظهر بمظهر الجاهل فليكن، أريد أن أكون طائعا لصوتك. عندما قرع الباب سمع صوتا من الداخل يقول من القارع؟ ماذا تريد؟ ثم فتح رجل الباب وتطلع باستغراب شديد وقال نعم ماذا تريد؟ ناول الشاب الحليب للرجل وقال له تفضل لقد ابتعت هذا لكم. ما أن دخل الرجل بكيس الحليب إلى الداخل
حتى أتت زوجته وأخذت منه الحليب بسرعة ودخلت إلى المطبخ. أما هو فحمل طفله الجائع والذي كان يبكي وتبعها. وقف الشاب على الباب مدهوشا، ثم عاد الرجل لكي يشكر الشاب والدموع تنهمر من عينيه. وبينما كان يحدثه عن وضعهم المادي وكيف كان في هذا الوقت بالذات يصلي مع زوجته لأجل هذا الأمر، سمع الزوجة تنادي من الداخل: هل أنت ملاك؟ لقد سألت الرب أن يرسل لنا الحليب مع ملاكه. مد الشاب المؤمن يده إلى محفظة نقوده وناول والد الطفل كل ما كان فيها، ثم ودعهم والدموع تتساقط على وجهه وهو يقول: حقا ما زال الله يتكلم إلينا إذا ما كنا مستعدين لطاعة صوته. ثم ردد ما قاله صموئيل النبي عندما كان صبيا صغيرا: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. أعزائنا المستمعين، إن الله يكلمنا بوضوح من كلمته المقدسة أي الكتاب المقدس، ويتوقع منا أن نطيعه، لكنه يريدنا أن نكون في علاقة قوية وشركة مستمرة معه لكي نكون قادرين على سماع صوته ومستعدين للقيام بأية مهمة يرشدنا إليها. يسرنا القيام بأية مساعدة روحية لكم، فقط اتركوا لنا اسمكم ورقم الهاتف بوضوح بعد صوت الزمور لكي نتصل بكم.